موطني موطني. سبحان الله، مش بس أطفال سوريا اللي بدهم يهدوا أهلنا وشعبنا ومنقذين الحماية الجزائرية في سوريا وتركيا، يهدوهم الورود والشكر والعرفان والتقدير، بل العالم أجمع حق عليه أن يقول لأهلنا بالجزائر شكرا من القلب، شكرا لما تفعلوه ولما تبدلوه لأجل الأمتي العربية والإسلامية. أحبابنا الكرام، حلقة جديدة عدنا لكم من جديد عبر منصتي أنا الإعلامي الفلسطيني حسام الحاج. أهلا وسهلا بكم، فحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونشكر كل إخوتنا الجزائريين الداعمين لفلسطين ولكل إخوتنا العرب في كل مكان. حلقة هذه اليوم أحبابنا الكرام حلقة نارية، نتمنى من أحبابنا اللي بحبوا الفلسطينيين والعرب بشكل عام والجزائريين نشتركوا في هذه الحلقة، ولا تخرجوا من هذه الحلقة وأنتم مشاركينها مع الأصدقاء والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ليزيدنا حماس لنستمر ونقدم لكم المزيد مما يفعلوه أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر اتجاه الإسلام والمسلمين واتجاه فلسطين بالتحديد. أحبابنا الكرام، نشاهد في هذه الحلقة طفلة سورية تهدي منقذ جزائري وردة. يا الله، ما أروع هذا المنظر، ما أروع هذا الإحساس، ما أروع هذا المشهد عندما تراه من طفلة سورية تقوم من تحت الركام لتهدي منقذ جزائري وردة. سبحان الله، قلنا لكم في بداية الحلقة ليس علينا فقط أن نهديهم الورود، علينا أن نهديهم الكلمات والعبارات والفخر والاعتزاز. فشعب الجزائر العظيم هو شعب معطاء، هو شعب كريم، هو شعب بكل تأكيد مؤمن بالإسلام ومؤمن بالمؤمنين، وليس بجديد عليه بأن يقف بجانب الإسلام ويجانب بجانب العرب. نحن نشهد المواقف العديدة لشعب الجزائر العظيم الذي وقف بجانبه، بالسواء بجانب الدول العربية المطبعة والغير مطبعة. يعني سبحان الله، الشعب الجزائري كان وما زال وسيبقى أعظم شعب على هذه الأرض. دوما نقولها بأن الجزائر خير أجناد هذه الأرض، خير جيش على هذه الأرض، خير أمة على هذه الأرض، خير رئيس عبد المجيد على هذه الأرض. عبد المجيد تبون ليس عم وأب لي، ليس أب وعم لفلسطين أو للجزائر، هو أب وعم للأمة العربية والإسلامية أجمع بكل تأكيد. وخير جيش وغير شعب وخير كل شيء، الخير موجود في شعبنا وأهلنا في دولة الجزائر. عن جد ما يحصل الآن في سوريا وفي تركيا شيء مؤلم للجميع، ولكن والله بما يفعلوه أهلنا بالجزائر هو مهون على قلوب سوريين والأتراك، هو مهون على أن ما زال هناك أناس من العرب ما زالت قلوبهم بها الضمائر مثل أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. نجي بنطلع دول عظمى كبيرة، دول عظمى كبيرة قاعدة مش راضي أو مش أو كيف أندال مش راضين يجوا ويساعدوا السوريين، قاعدين سايبين السوريين بموتوا تحت الأبراج وبموتوا تحت العمارات ومش قاعدين يجوا يساعدوهم. ليش؟ قال خوفا من أمريكا وإسرائيل. من هي أمريكا وإسرائيل اللي تجي تخاف منها؟ من هي؟ هي أكبر من الله عز وجل، ولكن الجزائر أثبتت بأنها فعلا لن تخاف من أي أحد ولن تهاب من أي أحد، فاخترقت كل الحدود واخترقت المطارات الجوية واخترقت حتى تأتي وتدافع عن أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. فكم نفتخر بهذا الشعب، كم نتباهى بهذا الشعب، كم نعتز بهذا الشعب. فوالله أنكم خير أمة على هذه الأرض، والله مهما قلنا لكم سنبقى عاجزين على أن نوفي حق كلمات شكر وعرفان بحقكم أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. فباسم فلسطين وباسم سوريا وباسم الأتراك وباسم المسلمين وباسم المؤمنين وباسم العرب أصحاب الضمائر الحية، نشكر شعب الجزائر العظيم عما يفعلوه. وهذا شيء بسيط مما نقوله ونتحدثه عن هذا الشعب المبارك، ونسأل الله أن يحميكم ويرعاكم، نسأل الله أن يحفظ أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. وإلى هنا أحببنا الكرام بنكون وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى دعم ابن فلسطين، نحن والله أملنا بكم عظيم وسنبقى مستمرين بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يرفع الهم والغم عن أهلنا وشعبنا في سوريا وفي تركيا. نسأل الله أن يرفع الهم والغم عن كل مؤمن مسلم، نسأل الله أن يحفظ أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. وعاشت فلسطين وعاشت القدس، والخزي والعار للمطبعين والمتصهينين والمخادلين والمنبطحين. وكل تحية لكم متابعينا الكرام، كان معكم العلمي الفلسطيني حسام الحاج، بأمان الله.